أمر إلى الدكتور غواطي، ماذا عن الاقتصاد عندما نتحدث عن علاقات رابح رابح؟ كيف يمكن أن يخدم الاقتصاد وأن يصلح ما تفسده السياسة دكتور؟ أعتقد أنه في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى الخطاب الملكي المتعلق بهذا الإطار، على أنه الشراكات يجب أن تكون بمنظار رابح رابح وبمنظار الموقف هذه الدول وهذه المنظمات وهذه الفواعل الاقتصادية من قضية الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار المغرب يربط علاقات دبلوماسية مهمة وعلاقات اقتصادية مهمة كذلك مع عديد الدول الأوروبية وأيضا دول في أمريكا اللاتينية وأيضا دول إفريقية، وأيضا يمكن لهذه الدول الاستثمار في إنتاج عديد السلع والخدمات وفي الفلاحة وفي الطاقة، ولكن يجب أن تعلن عن موقفها صراحة بأنها مع الموقف العادل والموقف المشروع من قضية الصحراء المغربية. وهذا تحقق في الشهور الأخيرة، نجد بأن هناك العديد من الكيانات ومن المنظمات الاقتصادية ومن الدول أصبحت لها رغبة للاستثمار في المغرب والاستثمار في الصحراء المغربية بمنطق رابح رابح، وبالتالي فالمغرب يراكم نجاحات مهمة في هذا الإطار لاعتبارات عديدة أهمها المكاسب الدبلوماسية المحققة. وعندما نتحدث عن المكاسب الدبلوماسية المحققة نحن نتحدث عن موقف يجب أن تعلن عليه هذه الدول، والحديث هنا بالأساس عن فرنسا على سبيل المثال. يجب أن توضح موقفها صراحة، هل هي مع العدالة مع المشروعية أم أنها يجب أن تبقي موقفها غامضا، لا هي مع هذا الطرف ولا هي مع هذا الطرف الآخر. والمغرب فطن لهذا الأمر، وبالتالي في السنوات الأخيرة المغرب يجب أن يبني شراكته مع الدول بناء على موقفها الصريح من قضية الصحراء المغربية. وبالتالي لابد أيضا من القول بأن المغرب هو منطقة يعني اقتصادية بها استثمارات يمكن أن تستثمر بها عديد الشركات، يمكن أيضا أن تحقق عائدات كون الاقتصاد الوطني منفتح، كون هناك تشجيع للاستثمار، كون هناك حوافز ضريبية وغيرها، وبالتالي يمكن لهذه الدول أن تستثمر، ولكن يجب أن تعلن أيضا بأنها مع المشروعية ومع الحق، وبأنها يجب أن تعلم بأن المغرب أيضا يجب أن يربح من هذا الاستثمار لكون المنطق المتعلق به هناك يجب أن يكون هناك رابح رابح. وبالتالي هذا الإطار في هذا الإطار كانت ولا زالت عديد من الدول لم توضح موقفها للأسف بهذا الإطار، ولكن المغرب فطن لهذا الأمر، وهناك توجه دبلوماسي صريح يؤكد على أن الشراكات يجب أن تنبني على الوضوح. وبالتالي عندما نقول بأن المغرب يأتي في موقع جغرافي مهم فهو بوابة إفريقيا، وأيضا هو منطلق لتصدير ولأوروبا، وبالتالي هذا الموقع الجغرافي جعله ويجعله يعني في إمكانية للاستثمار وفي إمكانية أيضا لاستقرار رؤوس الأموال، كون هناك اختلاف مع دول أخرى في هذا الإطار لكون المغرب ليس بالدولة اللي كتحاول أنها تعيق الاستثمار أو ما إلى ذلك، بالعكس المغرب يفتح المجال لدخول الأموال ودخول الاستثمارات، ولكن كما قلنا يجب أن يكون ذلك في حماية وفي استحضار للمصالح العليا للمملكة المغربية، وهي المصالح المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.